مرحبا يا أصدقائي، أنا عدلوان معي من قناة الترنويز. رجعت لكم فيديو جديد راح نتحدث فيه عن دورة جي 72، الخيارات الوجهية أو الجبهية. يا أصدقائي، في الدرس الماضي تحدثنا عن الخيارات الطولية. الخيارات الطولية كانت على الشكل طولي. اليوم راح ناخذ دورة جديدة وهي جي 72، الخيارات الوجهية أو الجبهية. الخيارات الطولية كان على هذا الشكل، كان شكل مجهول هيك، كان يتم على هذا الشكل، يتم القطع من المادة أو المعدن. الخيارات الوجهية معنى الاسم راح تتم في وجه، راح تكون على الشكل، عملية القطع راح تكون على شكل الوجه في وجه المجهول، راح تكون على هذا الشكل. الجي 72 مكون من سطرين، الشكل أو الفورمات. الجي 72 دبليو ار، أول سطر الـ W هي مقدار القطع في كل شوط. إذا كان كل خط يمثل شوط في عملية القطع، فالـ W هي من هون لهون قيمة كل شوط. الـ R هي مستوى الرجوع أو السحب. قلنا بيجي أداة القطع بيقطع أول وجه أو أول عملية قطع، بيرجع لكن بزاوية 45 درجة، بيطلع هيك، بيطلع لفوق، بروح على عملية تانية، بيقطع، بينزل، بيطلع هيك، وهكذا. الار يمثل هذه القيمة من هون لهون، قيمة الرجوع أو قيمة بعد أداة القطع عن الشغلة أثناء الرجوع. السطر الثاني هو هذا الشكل، عندنا ال P ال Q ال U ال W ال F. ال P هو أول بلوك في عملية أو في دورة الجي 72. ال Q هو آخر دورة، عفوا آخر بلوك في جي 72. ال U قلنا على سبيل المثال هاي الوجهية، القطع راح يكون على هذا الشكل. اليو هون هي قيمة المعدن المتروك لعملية الفينيش على محور الاكس، فهاي اللي هون متروك هي اليو. الدبليو يمثل قيمة المعدن المتروك لعملية الفينيش على محور الزيت هون، هاي الـ W. الـ F هي التغذية. الدورة جي 72، الخيارات الوجهية، نستعمل هذه الدورة لقطع أكبر قدر من المعدن بغض النظر عن الوقت المطلوب. يعني راح نستعمل تغذية أقل لكن سرعة قطع عالية هون. راح نستعمل تغذية أقل لكن سرعة قطع عالية. يا أصدقائي، كما تلاحظون لدينا هذا الشكل، أن القطر الصغير هو 30، القطر الكبير هو 80. يا أصدقائي، كالعادة نبدأ كتابة برنامجنا. بالمية بداية البرنامج الماكينة تعرف راح يبدأ من هذا، من هون راح يبدأ. إذا كان في عندنا كذا برامج فرعية أو رئيسية حطينا العلامة معنات البرنامج راح يبدأ من هون. اسم البرنامج قلنا حرف O 0 0 0، 6 على سبيل المثال هذا البرنامج. بعدين الجي 21، إدخال البيانات هو متريك. الجي 90، البرمجة راح تكون مطلقة.
إلغاء سواء نصف قدرة العدة. الجي 40، الجي 80، إلغاء أي دورات مغلقة، عملية تسخيب وغيره. بعدها راح يكون جي 54، نقل صفر مجهول من الخلف، الظرف إلى أمام الشغلة. دائما وأبدا ما ننسى نسكر البلوك، بعدين نقوم باختيار أداة القطع تي 0101، بعدها اختيار أداة كبح سرعة السرعة جي 50 أو جي 92، اس 3000، ام 0.3 دورا، الظرف راح يكون مع قارب ساعة، بعدها جي 96، الاس 250، 250، تشغيل سائل التبريد. صفر أداة القطع. أداة القطع على سبيل المثال، أداة القطع راح تكون هون في دورة الجي 72، نقوم بكتابة آخر سطر النقطة النهائية في أول سطر في الجي 72. هلا بدنا أول شيء الجي 28 النقطة المرجعية، نقوم بجلب إلى النقطة المرجعية اليو 0 الدبليو 0. هلا الجي 72 الدبليو، قلنا عمق القطع في كل شوط راح تكون 1 مليمتر، الار هو مستوى الرجوع أو السحب هتكون 2 مليمتر. النقطة اللي بعدها الجي أو السطر الثاني من الدورة 72، البي والكيو هذول ما بنعرفون، اليو المتروكة راح نترك 0.2 أي 200 ميكرون، على محور الزيت دبليو 0.200، التغذية راح يكون 0.2. هلا نحن كتبنا الكود الجي 72، دورة الجي 72. هلا نحن هون بلشنا بالجي 72، نحن ضمن الجي 72 أول سطر راح نختار جي 00، الإكس قدر الكبير قلنا هو الإكس، قلنا قدر الكبير هو 20 80، هو 80 راح نعملها 85. الزيت ناقص الزيت 10 25 30، هون عنا صار 55، ناقص 55. السطر اللي بعده جي 01، الاكس نحن راح ننزل فيها لعند 60، الاكس 60، جي 01. في هون شغلة يا أصدقائي، النظام إذا وجد التي أداة القطع أو التغذية أو سرعة القطع ضمن من السطر الأول سطر أو أول بلوك في جي 72 لآخر سطر، إذا وجد هدول ضمن هذا المجال النظام راح ياخذ هذا ويتجاهل اي قيم او ابعاد كانت قبل الجي 72، قبل الدوره، قبل ما تبلش الدوره الجي 72. على سبيل المثال اذا كان عندنا التغذيه قبل كانت 0.2، هلا اذا انا حطيت هون 0.1، النظام التحكم راح يتجاهل 0.2، راح يتجاهل هالقيمه
وإنما راح ياخذ هاي القيمة في الحسبان. وإذا أنا ما سجلته، إذا أنا ما سجلته راح تاخذ 0.2. الإف الأداة الإت الإس سرعة القطع، الجي 0.1. زيد ناقص نزل زيد عنا 30، هون 10 25، راح نصل عند 25 ناقص 25، بعدين 25 يعني راح من 30 بقت هي 55، راح من 30 بقت 25. نحن على محور على المحور الإكس هي راح يكون 30، على محور الزيد راح تكون 10. معناته السطر اللي بعده جي 0.1 اكس، اكس راح يكون 30، النقطة اللي بدنا نحن نوصلها اكس راح يكون على 30، الزيد راح تكون ناقص، الزيد راح تكون ناقص 10. هون احنا على 60، بدنا نجي لهون. اذا انخطيك رح ناخد المحورين في نفس البلوك، 15 هي من هون لهون 25، راح من 15 باخد 10، وعلى المحور الاكس هي 30. بعدين جي 0.1 المحور الاكس هو نفسه، وانا ما اخذت اي شيء فيها، معناته راح اتركه الاكس مثل ما هو، انما المحور الزيد هي الزيد راح يكون 0. انا هون بدي اصل لهون، فهي على محور الزيد راح تكون 0. يا اصدقائي هون هي جي 72، جي 72 البي هي قيمتها هون، قلنا سطر ارقام هي على سبيل المثال راح تكون رقمها 20. اخر سطر في الدورة دي جي 72 20 30 40 50 60 راح تكون على سبيل المثال 60، راح تكون 60. معناته نحن قلنا السطر الثاني من جي 72، جي 72 عندنا البي والكيو واليو والدبليو والاف كانت هذا الشكل. معناته عندنا ال P راح يكون 20 أول سطر، وال Q راح تكون 60 آخر سطر. قلنا هون نحن كمان تركنا 0.2 لعملية التنعيم 0.2. هلا أنا قمت عملية قطع، عملية قطع على هذا الشكل، أداة القطع هون، أداة القطع راح تيجي تقطع هيك لهون، تطلع تبعد عن المشغول بقيمة 2 مليمتر، بتطلع لفوق ترجع هيك بتنزل بقيمة 1 مليمتر القطر يكون، ترجع 2 مليمتر تطلع هيك لتصل آخر نقطة، آخر نقطة بترجع لهون. هلا أنا عملية تخشين أو الخيارات الخشنة أنا عملت، هلا أنا بدي عملية تنعيم راح أعملها، راح نستعمل الجي 70. الجي 70، الجي 70 نحن صرنا بالصفر، راح نطلع الجي 0.0 لعند الاكس هي كانت 80 للزاوية اكس 80 زيد 0. 70، الجي 70 التنعيم، التنعيم كان فقط عبارة عن سطر واحد هو البي والكيو والتغذية. التغذية راح أعطيها 0.15 150 البي. أنا بدي أخذ نفس العملية الجي 72 نفسها، مع راح تقطع فقط اللي أنا حددته 0.2 200 ميكرو على المحورين، 200 ميكرو على محور الإكس، 200 ميكرو على محور الزيت. معناته راح اكتب هون البي نفس الجي 72، البي عندي هي 20 والكيو هي عندي
الستين بعد ما يخلص الجي 72 راح يقوم الجي 70 بإعادة الجي 72 مع قطع مقدار من المعدن وهو 0.2. بعد ما خلصت راح أبعد عن المشغولة جي 00 الإكس 85 طلعت لفوق، بعدين راح أروح على النقطة المرجعية جي 28 جي 28 اليو 0 الدبليو 0 الام 0 9 ايقاف سائل تبريد ام 0 5 ايقاف الزرف على الدوران ام 30 انهاء البرنامج. يا اصدقائي طبعا في عمليات تنعيم، في عمليات الخراطة الخشنة تكون اداة مختلفة عن في عمليات تنعيم اداة في عمليات تنعيم في عمليات تنعيم دائما نستعمل اداة تكون رأسها رفيع جدا الراديوس، غير في استعمال عمليات الخراطة الخشنة.